أقامت عشائر قضاء بيجي تجمعاً للتضامن مع أهالي محافظة البصرة والوقوف معهم في أزمة المياه التي يمرون بها، ووجهت العشائر من خلال تجمعها الأهالي بالتبرع بالمياه المعقمة لأهاليهم في البصرة الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل تحرير العراق ومنها بيجي، كما قام عدد من ناشطي القضاء بحملة لجمع التبرعات وإرسالها إلى البصرة كجزء من رد الجميل وتأكيد حالة التكاتف بين العراقيين. اليوم عقدنا مؤتمر بمضيف الشيخ نزهان حجاب، فمؤتمر دعم لأهالينا في البصرة، البصرة المنكوبة، فندعو كل الشرفاء والخيرين في كل محافظة صلاح الدين أنه دعم لأهل البصرة في كل ما يتمكنون. حملتنا مستمرة، إن شاء الله خلال يومين سوف تنطلق أول قافلة من قضاء بيجي الذي ساهموا بها أبناء قضاء بيجي، وبعد يومين أو أكثر سوف تنطلق أيضا القافلة الأخرى إلى أهلنا في الفيحاء، في البصرة الفيحاء، وإن شاء الله نواعدهم أننا لن نتخلى عنهم، مصابهم مصابنا، وأزمتهم هذه إن شاء الله نرويها بهمة الغيارة من شيوخ العشائر، من أبناء المنطقة، من المتبرعين، من الفرق التطوعية. إن شاء الله مستمرين في حملتنا، في حملة الألف دينار لمساعدة الفقراء والأيتام التي قامت على هذه الحملة. نشكر الشيخ فاضل نزهان الحجاب لهذه المبادرة التي أطلقها، وهو تجمع العشائري في قضاء بيجي، والحمد لله وهو سباق، وكل أبناء بيجي وكل عشائرها سباقة في هذا العمل، ومن الله التوفيق. لا يخفى على الجميع الأزمة الفادحة التي تخيم على أبنائنا في البصرة، انقطاع الماء الذي يعلم الجميع أنه سر الحياة، وانطلاقا من الآية الكريمة نناشدكم جميعا لتلبية استغاثة أهالي البصرة في جمع التبرعات التي ستقوم بدورها بسد جزء من حاجة الناس، أنها أزمة لها وقت قصير إن شاء الله ستنتهي.